قرية جناجة في قضاء طويريج تنتظر الخدمات وتعبيد الطرق منذ سنوات. بعد الحصول على مرادهم تفاجأوا بواقع آخر، فالشوارع بعد إكسائها بأيام معدودة تقلع بالأيادي. يعني احنا على هذا التبليط ما قبلنا، وهذا يعني حتى من جيسه تقول شكر لما حقيقة احنا ما شايفين تبليط شيء. يعني هسه اقدر اني بتشاكوش اقدر اوصل للأخير. والله هم رقابة قاعد يفترون الجماعة، بس شنو اللي يعني الخذلان بهالموقف؟ ما ادري، يعني قاعد نشوف يفترون الجماعة المهندسين والهاي، بس ليش هيك تبليط؟ يعني مو زين، الزفت مو شيء، ما اعرف يعني شلعون تبليط ينشلع بديهم، يعني الشغل ما ادري فاشي ليش هيك، يعني ما اعرف. بالرغم من ايصال صوتهم للمعنيين عن اكساء هذه الشوارع لكن دون جدوى، فمختار المنطقة يشكو عدم وجود خبرة كافية في إنجاز هذا المشروع الذي تسبب بتهديم البنى التحتية للمنطقة بعد أن كانت أفضل من النتائج الحالية. إدارة المشروع أو التنفيذ مال المشروع في خطأ كثير، يعني صارت أخطاء كثيرة. يعني أولا الخطأ الأول الرئيسي عندما شالوا التبليط القديم، وصراحة كان خوش تبليط قوي. مشاريع خرجت من الخدمة قبل أن تدخلها أساسا، بذلك حطمت جميع الأرقام القياسية الخاصة بفشل المشاريع لترتفع المطالبات الشعبية بمحاسبة المسؤولين الحكوميين والشركات المنفذة. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.